ليس هناك مجتمع عانى من الأمراض والأوبئة مثلما عاناه شعبنا اليمني قبل الثورة، حيث عاش فريسة للتيفوه والسل وغيرها من الأمراض الفتاكة. وعندما تفجرت ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، كان من أبرز مهامها وأهدافها القضاء على كل الأمراض التي كانت تفتك بالإنسان اليمني، فعملت على بناء المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات التي انتشرت في المدينة والريف، كما ركزت على نشر الوعي الصحي، وتمكنت من القضاء على كثير من الأمراض الطفيلية المزمنة. ومن أهم المنشآت الصحية مستشفى الثورة بصنعاء الذي يضم أحدث الأجهزة العلمية، ومستشفى آخر في تعز، وهو يعد من إحدى المستشفيات الحديثة في الشرق، حيث زود بآخر ما توصل إليه علم التكنولوجيا في علوم البحوث الطبية. وعملت الثورة أيضا على إقامة المعاهد الصحية ومدارس للتمريض على مختلف مراحلها. قد عملت الدولة على إنشاء المدارس للتمريض على مختلف مراحلها لتخريج دفعات من الممرضات اليمنيات التي أصبحن يسهمن في حقل الصحة والطب.